ثلاث عشرات الاعمال المهمه في تاريخ السينما والدراما والمسرح المصري، لكن هقدمها ان هي يعني كان ليها دور كبير جدا في انها تكون ام البطل. ام البطل ثالث الايام ده جميل جدا. ابني حبيبي يا نور عيني يضربه بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ده انا ام البطل الفنانه الكبيره، ام البطل وام الشهيد الفنانه رهاء حسين. كل سنه انا النهارده سعيده ان انا موجوده مع حضراتكم. لو اتكلمت عن الجيش هتكلم اقول اعدي مزايا الاساس، اقول عمل ايه وعمل ايه وعمل ايه. ده احنا في عزه ازمتنا، عزه النكسه بتاعتنا. بحيي البحريه المصريه، مطعونين بتدمر إيلات الباخرة إيلات، فتحية ليهم من الأعماق، تحية للبحرية المصرية، تحية لكل جند صغير لأكبر كبير لغاية عبد السيسي لغاية السيسي. أنا بقى أحييهم وبشكرهم. أنا النهاردة عايشة بأمن وأماني. أنا جاية الوحدة، هروح تحت الوحدة، بقيت في السيف بفتح الشباك، بعرف أنام، بعرف أنزل أشتري الحاجة بتاعتي، باجي الأمن والأمان بشوف غير فظيع. لو إحنا أو الفنانين أو المهيمنين على الفن أخذوا بعض النماذج من النفس حتى الانتصار، هيلاقوا قصص زي الممر واكثر من الممر. السلام عليكم. شرف كبير جدا النهارده في شهر البطولات، شهر اكتوبر، الشهر اللي علمنا ان الشخصيه المصريه لا تنكسر، الشخصيه المصريه تأبى الانكسار والذل، الشخصيه المصريه اسد لما حد يجي ناحية الارض. شرف كبير جدا ان الواحد يكرم في مكان بتذكر فيه سيره الابطال العظماء والشهداء اللي ضحوا بحياتهم عشان احنا نعيش في استقرار ونعيش في امن ونفضل طول عمرنا رافعين راسنا. الفنان لا ينفصل عن شعبه، الفنان جندي في كتيبه، هدفنا ان يطلع وطنه في احسن صوره. والحمد لله هذه الروح اتنقلت لكل فنانين مصر دلوقتي، وابتدينا نشوف اعمال عظيمه زي فيلم الممر اللي انا بحييه وبحيي ابطاله. ولو قلنا ده بيجسد يعني واحد على ألف من البطولات العظيمة اللي قرينا عنها، نتمنى إن شاء الله تشوفها على شاشة السينما. إحنا في ظهرنا جيش عظيم، جيش لا ينفصل عنا، جيش منا، جيش من ولادنا. وهذا الجيش بيحيي هذه البلد من ساعة ما ربنا خلقها، من زي ما الأستاذ رجاء حسين قال، من أيام أحمس، من أيام رمسيس الثاني، من أيام كاموس وانقاض العظام اللي زادوا على أرض مصر، من اول الهكسوس لحد الاخوان للاسف اللي بينتموا لمصر اسما، ولكن ضد هذا الشعب وضد وجوده. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حافظ هذه البلد. واوعدكم ان الفن من خلال المسرح القومي اللي انا تشرفت بادارته يظل يزول عن مصر وعن الشخصيه المصريه والشخصيه العربيه. وانا سعيد جدا بهذا التكريم وشرف لي اللقاء بحضراتكم. شكرا. السلام عليكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، ودايما متجمعين في ذكرى النصر والعزه والكرامه. يوم العزه والكرامه هيفضل طول عمره تاج على راسنا. وانا بس هقول لقطتين ليا علاقتي بالجيش. اللقطه الثانيه، الثانية ان انا كنت في خدمة الجيش في 89 وكان في سيناء، وايامها كل الوقت بنستلم في طابة، فشدينا شدة ثقيلة اربع ايام.
وكانت لحظه من اللحظات العظيمه وشرف لي اني كنت موجود في قوات مسلحه جندي لحظه استلام طابا. اللقطه الثانيه هي تفضل في خيال العمر كله. اثناء حرب اكتوبر كان عندي 8 سنين وكنا في بلدنا قريه اسمها الحمراء في الشيخ. كنا بنروح نقف عند المطار على الطريق الاسفلت نقف عند المطار عشان كل عربيات الجيش لما تعدي نرمي فيها اكل وسجاير وفاكهه وحاجات. كان ده كلنا اطفال البلد كانت بتعمل اللقطه دي. وده موضوع مش هنساه من خيال عمري كله. عاشت مصر وعاش شعب مصر وجيشنا ودايما يا رب يحمينا وتفضل المحروسه محروسه. شكرا.